ويوجد عدة منصات إنترنت الأشياء مفتوحة المصدر، بمعنى أنها قابلة لتحرير أكبادها البرمجية، وهذه المنصات متاحة حاليا للمطورين والهواة المبتدئين ومناسبة للمشروعات الصغيرة. وسوف يكون تركيزنا في الجزء العملي إن شاء الله تعالى على منصة ThinkSpeak، كونها مناسبة للمبتدئين أكثر ولها مجتمع تطوير كبير على مستوى العالم. الآن سوف نستعرض نبذة مختصرة عن هذه المنصات المفتوحة المصدر. نبدأ أولا في منصة kproject.org، وهي منصة من منصات إنترنت الأشياء مفتوحة المصدر، غنية بالأدوات وذات كفاءة لإدارة حلول إنترنت الأشياء، وهي تمكن المطورين من إدارة البيانات للأجهزة والأشياء المتصلة بها. ومن مزاياها ما يلي: ضبط إعدادات الاتصال بين الأجهزة المختلفة ومراقبة الأجهزة في الزمن الحقيقي وجمع وتحليل بيانات المستشعرات وإنشاء خدمات سحابية للأجهزة الذكية. ثانيا، منصة thinksboard.io، توفر هذه المنصة خدمات إدارة الأجهزة، وهي أيضا من منصات إنترنت الأشياء مفتوحة المصدر، وتوفر هذه المنصة خدمات إدارة الأجهزة وجمع البيانات والمعالجة وعرض البيانات بطرق مرئية مختلفة إلى حد ما عن مشاريع إنترنت الأشياء. ولها العديد من المزايا، منها عرض البيانات والتحكم بالأجهزة عن بعد في الزمن الحقيقي، وتوفر أكثر من 25 أداة لتخصيص لوحات التحكم للمستخدمين، وتوفر أيضا قواعد وإضافات وأدوات ذكية قابلة للضبط والتحكم. منصة ThinkSpeak، وهي أيضا من منصات إنترنت الأشياء مفتوحة المصدر، وقد تشترك في المزايا السابقة، فتسمح لنا هذه المنصة لاستعراض وتحليل البيانات، وتركز بشكل أساسي على تسجيل حالة المستشعرات ومتابعة أماكنها وإرسال التنبيهات والإشعارات بعد تحليل البيانات. ولها العديد من المزايا، مثل إمكانية جدولة المهمات والأحداث، وكذلك التكامل مع تطبيقات الهواتف الذكية، وكما ذكرنا سابقا أن لها مجتمع تطويري كبير على مستوى العالم، مما يعني فرص أكبر لحل المشاكل ومشاركة الخبرات، وسوف نتعرف عليها أكثر في الجزء العملي إن شاء الله تعالى.